فيما يتعلق بفريق الوداد الرياضي، تذكير فقط بالخبر ديال تفويت اللاعب الجزائري عماد الدين أبو بكر النادي المصري، اللاعب مصطفى اللي كان غيفسخ العقد ديالو، ولكن في آخر اللحظات مسؤولي الوداد كتعرف مصطفى كاين علاقة بين سعيد الناصري وبين الرئيس ديال النادي المصري، يعني تم التواصل واللعابة مصطفى هو اللي يعني لأن اللاعب اقترح عليه سعيد الناصري يمشي بريطي بداية الفراقي في المغرب، اقترح عليه يمشي شباب محمدية واقترح عليه يمشي النادي آخر، ولكن اللعاب رفض فهمتي، قال له لا بغى ياخذ تجربة أخرى، يا إما يبقى في الوداد يا إما يفسخ العقد ديالو. من بعد يعني جا العرض ديال الفريق المصري ومشى اللعاب مزيانا الوداد، على الأقل ما يخسروش ماديا، هذا هو الجميل في هذه المبادرة، لأن لو أنك مصطفى فسختي مع اللعاب واحد المبلغ اولي على الاقل يمكنش غير يفسخ معاك العقد مجانا. فالوداد ربحت كما بغى يكون الحفاده، والوداد كانت مضطره تفسخ العقد ديال ابو بكر، وماشي غير هو، حتى لاعب اخر غيمشي تسومو كومارا مرشحين باش يغادروا، واحد منهم غادي 100%، ولكن الثاني في الشك، لان الحسين عموته بغى بالعياده داكشي باش ليبراو البوست ديال ابو بكر، ويطالب الان بتعاقد الوداد مع مهاجم اخر، هذه مطالب ديال حسين عموته، قال لك بان خصو لاعب اخر على مستوى الهجوم بالاضافه لتعزيز الدفاع ديال فريق الوداد، وغيتم تفويت كما قلت كومارا وتسومو او واحد منهم على اساس انه غيتم التعاقد مع مهاجم اجنبي اللي غيعزز التركيبه البشريه لفريق الوداد الرياضي. ديالكم مصطفى، وهذا الموضوع ديال الحمد لله اثار يعني واحد النقاش وواحد الجدل وتفاعلات كبيره وكبيره بزاف، هنالك من تحدث عن ربط الاسم ديالو بالعوده الاولمبيك اسافي، كاين اللي يتكلم على الوداد، كاين اللي يتكلم على الرجاء الى غير ذلك، هو اللي مؤكد في هذا المعطى كامل هو ان وليد الركراكي، وراه ديجا كنا مصطفى كنهضروا تنقولوا بان وليد كان كينسق مع مجموعه من اللاعبين فعلا قبل الاعلان ديالو كمدرب المنتخب بصفه رسميه، في داك الموضوع من قبل كان كيتواصل معاهم، طلب من زياش انه يبحث على التنافسيه، يرجع للتنافسيه، ولا كان المدرب ما بغاش يعتمد عليه ديالو يحاول ياخذ تجربه اخرى، طلب من الزلزولي انه يمشي بدوره يا مصطفى يحتك، وخصو يبحث كذلك باش يتحرك لكم شر اوساسونا لعب 10 دقائق دار كره زوينه ونتمنوا يواصل، بغينا نربحوا حتى هو بغينا نتمنوا يواصل على نفس الايقاع، ولو كان بقى مع البرصة ما كناش غادي نشوفوه، ولكن مع أوساسونا غنشاهدوه وغنتبعوه مزيان، وكذلك حمد الله، لأن حمد الله بغض النظر مصطفى على الجانب الكروي ديالو وكمثل جماهيري وجماهير كتنادي به ونادينا به حتى حنا في كثير مرات، ولكن جا التغيير ديال المدرب والقدوم ديال وليد مع القرار ديال العقوبة ديال الاتحاد السعودي بحقه لمدة 6 أشهر، فوليد يعني قال لي يعني باش تقوي الحظوظ ديالك باش تحضر المونديال خصك ضروري ما تشارك، هو داخل السعودي ما يقدرش يلعب فهمتي، والاتحاد السعودي الفرقه ديالو ما غتخلص له الامور ديالو، كل شيء ما غيتدقق عليه والو، يعني هو كيبحث على فرقه اخرى اللي واحد 4 شهور او 5 شهور، اكيد الى مشى الانديه اخرى في الخليج ماشي من ذاك المستوى الكبير مصطفى يمكن ما ي... فالخيارات ديال البطوله المحليه مطروحه لا سواء فريق الوداد الرياضي واخا رسميا كنقول لك حتى شي حاجه، كنا حطوا النقط على الحروف، ما كاين حتى شي قابل ديال الحمد لله لهذا، وما كان حتى شي يعني شي عرض رسمي مؤكد من الوداد الان، فهمتي كان ذاك النقاش داخل البيت الودادي، وكاين كذلك في وسائل الاعلام السعوديه هضرات فهمتي المقربه يعني من الاتحاد السعودي اللي قالت بان الوداد يعني بغات تاخذ اللاعب حمد الله لواحد المده اللي قصيره، انتظروا لان حتى عموته مازال كيبحث على مهاجم اخر، والتصريح ديال كوماري يمكن يجي في هذا السياق، ان ليبرا يمكن كاين حادث تقدر يجي مهاجم اخر سواء كان اجنبي او الليله لقاو شي اتفاق مع حمد الله يجي، إيه باش نوروا الجمهور الودادي راه ما كاين مصطفى حتى شي قبول ديال رسمي، ما كاينش كاين كلام ولكن رسمي ما كاينش كذا او لا، اللي مؤكد هو ان حمد الله خصو يقلب على فريق فين يلعب في هذه المده هذه، هذا هو الخبر المؤكد،
هذا هو الخبر اليقيني باش يضمن المشاركه ديالو حسناوي باش يضمن المشاركه ديالو في كاس العالم حيت هذا هو هو الشرط اللي تقدم به وليد الركراكي وتكلم احمد الله قال له ودي خصك تلعب كما زياش قال له ودي خصك تقلب على لا مصطفى من داخل المنتخب دابا راه عرفتي الخط دابا اللي عندنا فيه الفائض راه هو الهجوم باش تعطيك هذا القليل الهجوم دابا وصعيب باش تضمن البلاصه ديالك وكيفاش دابا انت تضمن البلاصه ديالك وكتلعب أسك أنك وقفوا عند معاقب وعندك شريدة في يعني في باري عندك سفيان بوفال هز الزوري كاين هالكعبي كاين هالسفيان أنصيري راح هسلامة أش من نصير يا مصطفى نصير راح إشبيلي هذا ما كنت نروح للاعبين يا صاحب كنت نذكروا اللاعبين اللي كاينين صابيري كاين صابيري كان صابيري صابيري بالمستوى دابا النصيري بالمستوى ديالو اكاد راه الماي تالق دابا حنا النصيري بالمستوى ديالو نديوه للمونديال ونخليو الاخرين